يقول السائل: ما حكم الصلاة والصف منقطع فيه فراغات؟ الصلاة صحيحة، لكن الفراغات هذه يجب سدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سدوا الخلل، سدوا الخلل، راصوا، حاذوا بين المناكب والأكعب. يحث صلى الله عليه وسلم على مراصة الصفوف، مراصة المصلين واتصال الصفوف واعتدال الصفوف. كان يعتني بالصفوف صلى الله عليه وسلم عناية شديدة، ويأمر بسد الفرج، ويقول: لا تدعوا فيها فرجا للشيطان. نعم.